صحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. مذاكرنا سورة الأنبياء تفسير الكشافي آيات 8 و 9. أم مجوز ولن؟ أم شو قوتنيت أو تقريري تقيدكن أم حركاتي تجي قيدكن آيات اشتهبة؟ بلي باش. وما بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. خدا تعالى جل جلاله بيجي وما جعلناهم موانقران دي جسدا جسدك بتشاوي كلا يأكلون الطعام كخوارن ناخن وما كانوا خالدين ونا خالد ندائمين جي ثم صدقناهم الوعد ما وعدك ما بوالا دائما بيكاني ما خلاصك ومن نشاء ويكو أم تخوازن وأهلكنا المسرفين أو مسرف نباورمن ما بريا ألاكي دب ام بج اوي كون امش تفسير بخوينن جوار گري كوني خوشتر به ما او پیغمبر نكرن جسد ان بيرح كو خوارني ناخون جسدني كو خوارني ناخون اي معناوي خوارني ناخون دمكي بيرحن و او لدنيائي نا ابدي و نا ما يندن يعني نا دوا دائمين نا خالد دنيائي دا ثم بشترى ما او بيمانا كدايوان بجهاني صدقناهم الوعد او وعدكم دايوان ما بجهاني ديجا ما او وينكم اخواست رزقار كر ما واخلاص كر ما رزقار كر ما آزاد كر ما نجاتي داوا وما ين دو كفر زيدا قاضي دا مسرف معلوم دا مسرف نمعنى لفظي يعني ظاهري معنى تشتكي إسراف بكي مراد بكافر معلوم تمام مفسر جدا متفقين وأهلكنا المسرفين ما مسرف جي هلاك بلي تكس تشتكي تبيجي أن تشتكي لنجي قال نا كرمك شكيتنا لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم صنبي ما كتابك ورج ورا هنارتيا شاندية كتيدا هدايات وبيرانين ورومتا ويا دنيا واخرتها هي ام بين يعني او ذكر معلوم بشد او تفسير كرين اب تشاك وان بشكل بيز نحما بي او معاني تذكر مدى ام بين تيدا هدايتها هي ذكرة شكو معنى ذكر تذكيرا وبيرانينا وهدايتها بسبب هدايته وحروها ذكرة كي جوانا هي او رومتا ويا او رومت او جديد اسبابي امي ببيشن جبركو بزماني عربية جبركو ببيغمبر كيرك أو بيغمبر جوية جبركو هون شاخي عمل بيبكن يببي سببي رومتاوة يه ده دنيا ايدا و ده آخرة ايدا طاني نزولي ما ملكتي ويا لبري مكان نزولي مملكتي ويا بلي 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 عينا هر زمان و بيغمبر ومكان راسبة ولاد و مملكت و مكة مدينة بلي ما هيجي هن عقل ناقرن و بوي هداية نابن يعني ذكركم براسي نلازم الزحم و بدي بر تبي يعني وساتي تخصيصا واجباتنا شكو ذكركم تقران دتي معنى ذكر معنى تذكيرة معنى هداية معنى بيرانينا هدايتها بيرانينا آخرتها يعني بوي معنى جي زحفاتها بمعنى دجي زحف عالم مفسر قوتيه يعني مربى خصوصيته أم بيجن قومي بيغمبرة عربي زمان عربي أو مملكة أو جي بمعنى جي هاتي قوتين بلي كتابة خصوصيته كان بين شرف دايي كذي شرفة حالا موجودة وا حالا شايقي وحرمته كتي دايي نجبو جوا جوي مملكة قرآني جوان إنسان راتي دايي بلي بلي نجبو قرآن ما نجبو قرآن بكي كي بيش خوش عاصر ما نجبو قرآن بيش ما بهزار عالمي ميد نحوه ده وصرفه ده باقص كتابات شيء قرانا نوه أبقص درسان نحوه بدانا عين ولي خوش راس
بله جسدا وما جعلناهم جسدا ما قلت جسد او جسمك وحياتيتنا هنيك عالم هنيك فرق لنا بين جسمه جسد وجسه هنيك اغلب يقول قلت زجاج شويه قلت يا معناه ويك جسد مفرده مرتبه جمع محقق القرى عبكري او تبي مضاف محذوف ام بيجن جسدا يعني زوي جسد يعني جسد ابي ريحتي هيتنا لا او جسد معنى ريحتي تنا تنا جسد جثه جسم يعني جانتي عامه وجانجي معناها قال لك له تيده النبي يعني نواه بيجي مثلا جسد يعني عندما كي يعني جسم عامه نواه جسم جسم في حياته وجسم ليس في حياته مثلا مقدار تقسيم بيجي ليكو تقولين جسد او يكون حياته اساس تفسي لا يكون طعم قد كان وصل شبو جسدي را اقصد علامه جسدك بالروح يعني ابي روح يعني بي شو تيتشاركو على تفسيرك مزيان بقيه يعني ما جعلناهم اجراما غير منبثه فيها الارواح بحيث تنتفي عنهم صفات البشر التي خاصتها اكل الطعام ما نجر عندي هني الجرم هني جساء هني جسدني كديدا روحتنا ب وحتى صفات بشريتي ويك جوال صفات بشريتي جي خوارنا جي نفي ببي دبي أدم قي إخوي أو ابن عاشور دبي وذكر الجسد بيفيد التحكم بالمشركين أصلا دبي ده وجه استهزاء كي جي تحقير كي جي مشرك على أيها لأنهم شما بي لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام سورة فرقان ده تيجي قوتن شيء قوتن ما تشيش بي بيغمبر هاتيا شو أو بيغمبر وشو الطعام تقيني وأما علي تجي تجواب ميزاني تنقطة كده تجي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويمشي في الأسواق بلى عين بشرة بيشد بيسألوا أن يأتنا أن يأت مورزة بالأولونة بشرة بيشد ما دوا معجزين بموسى عليه السلام لا يوسى آية جديدة بيشد ما دوا معجزان عيني نقول بكان مقتضى أقوالهم نقول أن الرسل الأولين كانوا في صور الآدميين يعني وكي نبي إنسان بون دصور إنسان دبون لكنهم لا يأكلون الطعام وأكل الطعام من لوازم من لوازم حياتي نقول فالذين هم لما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام أن يكونوا قائلين بأن شأن الرسل أن يكونوا أسرار الأرواح يعني وكي كتبن أو بيغمبري ميدين نبي موسى ونبي عيسى ونبي إبراهيم وكيكو قطبن او جسدك بروح وهذا من السخافة بمكانة دبيجي رحمتي ابن عاشور بلي بسبب دبيجي وما كانوا خالدين معلوم سيدا زماشيد وما كان دخان هنيك تكلفة كيديك لمثلا مفسر دبي شن مفسر ما ميزان دبي زيادة استدلال لتحقيق بشريتين استدلالا بما هو واقع يعني تشتكي استدالك واقعية شو ما كانوا خالدين هم خد برشعبي ويا يعني شوكو أو بيغمبر دني نخالد بن أب بيغمبر جي يخالد نميني أبد بي زيادة استدلال لتحقيق بشريتي نفس أنا استدالك زيادة بون زيادة بك التأكيدة بيضاوي جد بيت بالتأكيدة تقريرة يعني أبدو البيان جي شنقيتي جد بالتأكيد يعني تمام سلفيت سجن بيت أفزيا استدلالك تم توضيحة جبوك وأبا أف بيغمبر بشر إذا فإن زعموا فإن كان فإن زعموا أن قد كان الرسل الأولون مخالفين للبشرين فماذا يصنعون في لحاق الفناء إياهم يعني أجركوا بيجن أو بيغمبري بري مخالفة بشرابون نوكي بشرابون إن أخوة كاني نوى وما كانوا خالدين أفرد دواتك أصلا يعني بي ما دام هند بين ابا مخالف يشبه بشرا نوجي بشرا انا ان اخوه كا الكونه يعني ومعنى يجي هاتي معنى كله بلي ادو البيان ده ده هنيك تصويرك يخشني ازوي ام يجي بخوينن دبي ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاه صح ايات اتيني يجوا ايات ابا دبي اف تفسيرها بايات اديتك مثلا لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم أو عباد أو مرسلين لهم المنصورون أو غالب وإن جندنا لهم الغالب أو منصور أو يكون نصر واتيكر
دعايات جديدة ب نجينا هودا نوسا مثل بيجا أنجيناهم يعني بيغمبرا نوا ومن نشاء آيات جديدة ب نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا دعايات جديدة نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا دعايات جديدة نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا يعني تمام تفسيرها هبو تدكن ويجي هب تي معنا كريم والآيات الجديدة جدبي فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولا نسكننكم الأرض بعد بعدين أفجي عيني أنجيناهم يعني شيء يعني نسكننكم الأرض بعدهم وأهلكنا المسرفين يعني لنهلكن الظالمين جد ودا شن بتيح ترازك السيدة إذا ما خسر يجلك أم يجي أم يجي بكون بشر مهن السيدة إذا ما خسر يبكون معلوم صدقناهم الوعد تيجي بده إذا ما خسر رحمة الله عليه الإصرار دكي وكيكون بيجي أو بلا منصوب نزا خاف دبي شن قيتي دبي والظاهر دبي الظاهر دبي أن صدقة تتعدى بنفسها وبالحرف يعني بنفسها وجه متعدد به وبحرفها جرب في جه متعدد به تدبي صدقته الوعد وصدقته في الوعد وكي القرآن قوتينا وما سد صدقناهم الوعد آيات جديدة بي صدقكم الله وعده نخد بي فقول الزمخشري صدقناهم مثل اختار قومه موسى لا حاجة إليه قوتيا بل أمجي احترازك شنقيتي ما خست أمجي بين الزمان أمي هرم لسر فأنجيناهم ما نشاء أمي دي احتباكي كن احتباك خوش رمزح شون زانم هوني جي ميزينن فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المرسلين وأهلكنا المسرفين عفوا الاتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى من نشاء بفيه احتباككم معلوم احتباك ما بلي إخوان نوسى ما تقول الحصف من الأول لذات الثاني عليه والحصف من الثاني لذات الأول عليه يعني أو يعني مبجي الحصف حصف من الأول والإثبات إثبات نظيره في الثاني يعني الحصف من الثاني وإثبات نظيره في الأول نأخذ أجركم احتباك بيخن تيدا دبتش فأنجيناهم ومن نشاء معنى وسط شربه فأنجيناهم ومن شئنا وننجي رسولنا ومن نشاء شو ساق واشتر شربه نفسا شو أنجيناهم دبر بيغمبر بوري ومن نشاء أفهم مضارعة نفسا أبيكوا أن بخوازن إجاكوا احتباق شد به حقا معنا خوش شد به نفسه فأنجيناهم ومن شئنا معهم ومن شئنا من المؤمنين مع الأنبياء نوى أنجيناهم الأنبياء ومن شئنا ممن آمن معهم وننجي رسولنا بيغمبر محمد عليه الصلاة والسلام أمي يجب نجاته ومن نشاء منكم شو تكون بيجي ومن نشاء منكم أبيكوا أن بخوازن شواء أثبت شيء به وفيه به تأمين لهم أن يؤمنوا يعني أميدك أم ددن خوية على دد قوم مكة كو إيمان بينه حتى دبي في الواقع جي بري جو تشاهدوا آيات نازل دبي زح إنسانة كو معلم مكذب هبون كافر هبون لبالي حتى فتح مكة ده بري جوا إيمان آنينا أفجي معجزك إيش لفظي ومن نشاؤية يعني أري معلوم أبجي دبي وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان يعني بمن نشاء يعني تخازخ وتعالك أو إيمان بينه دبي ولذلك لم يقل ونهلك المسرفين مزينة أجر القرى ومن نشاء قال لك بوتا شيء ونهلك المسرفين أما أخوة تعالى هي مهلك الدين وأهلكنا المسرفين هل هي مسرف ما برنا هلاكي ليهن نبن جوا نوزا بل عادة إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل بالأمم السابقة مع أنبيائهم نقو نقو ونهلكو جبوكو دويد الريبة كرنكي هيا أميدكي ددي وخوستنكي خدايا كو أو إيمان بينن شدا عالي عمام تهديد جيارة أولا تهديد جي تهديد كي ما زنا يعني نوانبرية قوتي ومالي ومالكي ومالسرائي ومالي ومالي أم وببنا يعني وببنا هاش كل لنجي خدنج بعضهم إمام بن محمد وش إتوابا ما وأهلك ناجي هيا يعني ما كرنا ما بريا يعني هون يجي وكي وابن بني راسنا تهديد جي هيا دلت بذكركم سيدة عبد الكريم مضاف إلى المفعول يعني ذكرنا إياكم
دبي وقد أثر هذا المصدر هنا وجعل معرفا بإضافة إلى ضمير المخاطبين كما قلت يذكركم إلى بابا ضمير المخاطبة كريات ليكون كلاما موجها في الواقع يعني وكيف أبا أو خبردان توجيهك واقعا نوسى أهل مكة فيصح قصد المعنيين معا من كلمة الذكر بأن مجيء القرآن مشتملا على أعظم الهدى وشتشت أنا أعظم هدايته تذكير لهم بما به نهاية إصلاحه نوسى وبرآننا جبوايا أو تشتيق صلاح وان ومجيء ويك مجيئه بلغتهم مقول بزمان عربية وكي سيدة ملويسي جيكوتي وفي قومهم وفي مملكتهم وبواسطة واحد منهم محمد عليه الصلاة والسلام شيء سمعة عظيمة لهم قدر كما زنج وهي تشوخت على آيات جديدة قوتية بلسان عربي مبين نوسى زمان قيمة داية دقوا آيات جديدة قوتية أرسلنا فيكم رسولا منكم نوسى أو رسول جي كجوية يعني أفجي شرب جبو أهل مكة بلي أما دس كشافة سيدة إذا ما شري بكم أبيش المرة قوتية أميش مزين سيدة ما رشاك قرتش بيجي هيا نا كنبك أزولام تشكين خوش ترباز دمان بلي وما جعلناهم جسدا جسدك بچي اواي صفات دوي جسد جي ولا يكون طعمت بيجي نوسا دوي صفات لجسد والمعنى وما جعلنا الانبياء عليهم السلام قبله لم نجعل وما جعلنا ذوي جسد غير طاعمين ولك او لا يكون كنت خي صفات لا بيت كذا وكي معنى غيره معلوم طاعمين يعني اكلين الطعام بوي معنى يا ذوي جسد براستي يكو مقود اميوي او بكين بلي جسدا ما سي التأويل دي جسدا ده ما نقول انا يعني او شخص غير جسد غير طاعمين او صفته وانا نوصا خلي بالك يشو جسد ناهم ما تقولي جعلناهما بشي بحذف مضاف نانا اسر ويت بيجم بيجا تيت سر افرادا جسده شهابة أدبين قيب من ودين نقل قربو دقوه دبي كان الظاهر أن يقال أجسادا نوسا وما جعلناهم أجسادا أجسادا لازم أكو أجسادا بي نوسا نورمال ظاهر عبارة قلك أجسادا بي إجاد بي فالتوحيده شاخي قد بي توحيده ودودي سين وقت بيجي إجا من دقوه أزي جواب برسم أفتشما السيدات دحبا عجبا وكي هفشي يعني أردو خسنيك دبي كان الظاهر أن يقال أجساد النفس نخف توحيده إما لتأويله بجنس الجسد أم بجن وحد الجنس لإرادة وحد الجسد بسيدة المعصري بيجي لإرادة الجنس بجنس الجسد الشامل القليل والكثير يعني أم بجن أصل هذا مصدر جسد الدم يجسد معنى التسقى والمصدر يطلق على الواحد وغيره أو هو بتقدير مضاف مثل أو هو بتقدير مضاف أي زي جسد لتعيكم العبارة سيدات ميزين مدقة هردو خسنا ياك نوسا ووحد الجسد لإرادة الجنس ودبك أنه قال ذوي ضرب من الأجساد يعني هم إضافة هم مضاف مقدر ديك قلت ذوي جسد نحبا وهم إبرد بجنس الآن نحبا تشيكل يا ولي نحبا كريا ياك ومسا مفهمتك يعني انزام كاسي دامالي سيدا يدين تشد بجنس جيرا أو جوسا وكي ما فهمتك يعني از عباري شهاب أبها عباري شهاب أبله راسم بيجام إذن عباري شهاب أبي إما لتأويله بجنس الجسد أو لأنه مصدر أو بتقدير مضاف طب المدبي مدبق هردو بنيك نزام شو موسى جيبولا ل مدبق هردو آيرين بلي آيرين راس هذه تقدير مضاف كي نكاو كناكا هذا نكتر ناشي أديش بيه ووحد الجسد أو بيه لإرادة الجنس أو شيء كه بيه ووحد الجسد لإرادة الجنس طبعا زوي جسد إنت بيجي إيه أبغى تديها أو تأويلها تديها يعني الكرة شهاب تتأويلن لسيدا هردو خسنيك أم صابيش سيدا ما نشكر شيء مساعدنز ده سيدا ما نشكر شيء هو Günceler bir zahmet benim şeyimde yok. Onu sayfaya ekrana paylaş. Tamam.
50 كأنه قال ذوي ضرب يعني ذوي نوع من الأجساد ودي نوعك إيش جسده معلوم أو نوع الجسد كيا يعني قال أول الإرادة الجنسية نوسا هو فسره بالنوع لأن الجسد جنس تحته نوعان يك حيوانة يك جمادة يك حيوانة وهذا بأفقوتنا خداك بلا يكون الطعام رد لقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق رد أفقوتنا وايا يعني خلت على بي وما جعلناهم جسدا لا يأكلون أما ونقر عندي رد أفقوتنا واتكي اجد بي فإن قلت نعم قد رد إنكارهم أن يكون الرسول بشرا يأكل ويشربون رد الإنكار رد ويشكل يبتشي بما ذكرت في آية مباركة إذا فماذا رد من قولهم بقوله وما كانوا خالدين قالوا إش قلتنا وما كانوا خالدين قلتيا رد كيجان قلتنا وفاتيكرين رد كيجان تيكرين بقلت يحتملوا أن يقولوا أو مشد بيجين إنه بشر مثلنا ما أو بشرك منا ما يكو يعيش كما نعيش وكيف أم معيشة أخذ الباسك أو جي معيشة أخذ الباسك ويموت كما نموت وكيف أم دمر أو جي بمري نخوة وتعد به وما كانوا خالدين أو تبين شيء أو تبين إذن أو طيبين تشتكي خوش بجبارك أزل ودي وربيرا منها أنا أخذ بشي أن النبي يجب أن يكون خالدا ليس أن لا يكون مستلا قصده ويأوى يعني أساس معنا كما كيركم معنا كي دواري بيرا وكرم بكم يحتمل أن يقولوا أو مشد بيجين إنه بشر مثلنا أبي هات شيء نابي أما شركي وكيميا ويعيش كما نعيش ولا يموت كما نموت إن أخوة أبا نبو بيغمبر شو بيكو بيغمبر بي قالك نمري أن النبي يجب أن يكون خالدا بمعنى واي إنه بشر أبي كلمة سيدة ما علامتي إنسان با وكا إنسان با بحياة ويشاما با فرقا ما ويبوتنا با كما في عمبا فرقا باش نامينة كما نامينة بلي لما كنا في عمبا أوزا أو سمع من أو ستفهم بمعنى أو يقول يجب جن هل لا كان ملكا لا يطعم ويخلد شو ملكة ناخن أم يزانن لملكة خالد يا شو أشيل به هل لا كان شما نابي دمك واقوتيا بلا بيغمبر ملكتك شو أو ملكتك ناخوة وخالدة نامري بلا أفجي ملكت بي بلا نبشر بي إجت شمد بي يخلدو ما ملك مخلد يسرويد بيجي بإما معتقدين أن الملائكة لا يموتون بسبب أو اعتقاد بهم وملائكة نامر أو مسمين يعني نافددن حياتهم المتطاولة أو حياة أوان دريش وبقاهم تدكوا ملائكة زحف دو قد يعني زبزو نامر أو جويرت بالخلود نابي دانينا خلود يعني شاو كود بين هلا كان ملكان جي قالك أفتش أبي نو سابي ديسا جي معنا الناس على حيث شما شوكو ملك جي دمرن إجا يامي بيجن هاي بيجن أو اعتقاد أوادا أوان ملكتك عمري وانين كي جيلا دريج أو بعض شارك تفننن يعني محقق بعض وايا أو راسدا قالك بسا جي أو مرادة على حد محقق مرادة يعني هنك يوانيكو دريجن أو نتفن مع هنك جوانا جرائي السافي المكاري العضلائي أبلي عملت العرش أبلي ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ما قلت صدقناهم الوعد مثل واختار موسى قومه يعني قبيلة منصوب بن عزعقاف ديك وامجاد بجن حسب إيصال والأصل صدقناهم في الوعد واختار موسى قومه يعني اختار موسى من قومه أفوشا إجا ومنه مش في قبيلة يجي صدقوهم القتال يعني صدقوهم في القتال
يجي صدقني سن بكره معلوم أبتشيرو كاويجي وميزان ديا سبب درو مسألة دي قوتني تشيا صدقني سن بكري يكتي بيكيرا أو تيت وكي بتعبيرا إيرو قاليش بريشك يتفازي وي دباهاوي بكري دبي قالوا أف دباهتا بكرا يعني وكي بجينجا نوا بجينجا يعني اشتا صالوي هندكن بيه معنى تشكي برسي جينجا يا ما بي جوانا ها؟ مرف جينج بشرة رضي جوان جي مرف حيوان رضي يا أبل أبجي أبجي خوشة أبل أبجي معلوماتك نوبة تمام جوانة يعني ده بهك جوانة بيجي بي أري اللي أب باور ناقة أبي كو بكر أبي كو تخازي بكرة باور ناقة جا دوي أريد أب ده به بازدي ويا لي يا 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 هذا إيش هذا إذا أنا رجل سلام رجل في بكرين فقال مصن فقال بازين بازل حشت وخدان يا كتير نها يعني دوما تام وقت كوني أوكا تشيل كاتينا وتاي بازل هذي بازل حشت وخدان يا كتير نها حشالي نمصن أزيدا أريم الديد نمو حشالي زعفة لسه إيجار صادي بس ببي كشمالية بهدوت كنا ها نجا قولك ودبي مدي دبي جي دبي بده أو دباخ وصاد درافي يعني نفرة بيش تيكو نفرة أب خويي خودي دباه دبي هدع يعني أبجي شكرا تيكوتن إج دباه بشكرا تيكوتن إجا تشارك كونات هدع أو دي كيماسيك هاد باطيبي عبارة بدي كيما لفظة نسكن بها صغار من الإبلي دبي فقال صاحبه هدع فلما قال هدع رجع البكر رجع البكر يبي بكر او دبها بتشوف زبري ها بيشتكو زبري فلما جاء نقول لما سمع مشدي لما راى المشتري رجوع البكري قال صدقني سن بكري قو والله او صالي كزمره قلت راس درجت شكو اجر نبي تشوف مويا بهدع نت زبري ها إمام علي جي في قرانية دمعناكو صدقني سن بكره يعني تشتي خدش مرقود يعني راس مرقود يعني أزنخ أباندم ها بوي معنى يعني جبوي أدبين بلكي أو معناكو وديتي سيدا أزنبو سامعناتكم أدبين أف تعبير تيت معناه وقوتي هيا صدقني سن بكره دبي حتى فعارض ولم يشتريها دواما ويقوتناكو وقوتي يعني كوكو أبا نم نبي تشوك درجات مظن درجات فلان لبلي نقطه دني كو سر سكنن ودليل اج امامي علي جي كواني نك او خجل كلمه استماع كد دي مقام ده يعني قوتيه ابي تشديد دي خدج مر قوتيه راس قوتيه ما دام او ام بين ام يوسم عليك ام بيجن نفر البكر ها فقال صاحبه هدع فلما فلما سمعها رجع البكر فلما راى المشتري رجوع البكري او سمو بيجي قال ولا قلت تمام قلت راس بيجي قلت راس نقول تبا بهدع أو نزفر يا بلي يعني بتشوك أزفرية أبلي أبلي نأس بيجم ويا وديتي نأبا راسنا لبلي أو مثلا باطل حشالي خدان يا نهارة تقولتني دبي أنا أو تماما لبلي هذا مثل قلتنا إمام عليكم معنا كان يضرب لمن يخبرك بسره ومن طاط عليه مضاوعه به إذا قيل هدع سكن فحقق كونه من صغار الإبل فإن هدع كلمة يسكن بها صغار الإبل فحقق كونه من صغار الإبل فاشتراها يعني يقولوا دوام دكي كنت قارن لي ميزن إن شاء الله بشتره مفاس ليش بل يعني نبرد داني شاندان أزولان يعني داني شاندان كس صدقناهم الوعد صدقة دمك أولا شخان ناخوزة الوعد بك إلا حسبي صالح أما مو التعبير جي هيا أم زبوي سرتكيني شوك صدقني سنة بك ريزع جي هذا الباز لي حقيقة أجبوي أم سرتكيني بل هذا يوم مصر رزا خافدي شوك صدقني سنة بك ريزع مرات بيتشي يعني صدقني في سمني بك يعني في صدقي السني يعني ها يعني أخبرني فظهر صدقه يعني
ومن نشاؤهم رب معلوم هم المؤمنون ومن في بقائه مصلحة مؤمن ومن نشاؤه ومن نشاء ومن في بقائه مصلحة أذي أجدب ولا أقول إيكو بثلا كافر يفقى يزدر جاتا يبالكي مسلمان شيء بمن بألان إنسان لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ما قوم رد ذكريت شان معنى أنا سيدا إذا ما خشيت بيجي يك معنى بيشي أو شرفكم شرف تدايا شرف أجبوا صيتكم نوا أو رمتا تدايا كما قال تعالى بدليل ديجي أم كاربينك وبذي معنى هاتيا إنه لذكر لك ولقومك يعني لشرف لك ولقومك شو كنت قا يعني حتى قيامته هي القرآن بيخواندين هي عربي وكي قولوان دبينين بالفعل جي ذكرى وشرفة جبو بيغنبر خدا وجبو قومي وجبو زماني عربي الحمي راستا إجا معنى كيدن هيا أو موعظتكم أو موعظتكم نخوة بيشخي الذكر مصدر مجرد معنى مصدر مزيد أمي بيش نو سنة يعني ولقد أزلنا إليكم كتابا فيه تذكيركم يعني فيه تذكيرنا إياكم معلوم مش غير مصدر مضاف بال مفعول هي وذكر بمعنى تذكيرة أجل أن بيجي معنى موعظتها وقد أنزلنا إليكم كتابا فيه تذكيرنا إياكم يعني أم بيرانينا بال مفعول هذا بلي بلي أم بيجي من بال مفعول هذا يا أذ معنى دو أبو إجا معنى سيا أم بيجي تشيا معنى سيا معلوم يجاخي اطلاق المسبب نوسا زيد ذكر المسبب وإرادة سببه مجازا ومكارم أخلاقا يعني أمي ذكر بيجن أمي مربي مكارم أخلاقا ذكر بيجن أو معنى السيا فيه يعني وكب أنزلنا إليكم كتابا فيه مكارم الأخلاق ذكركم يعني مرب ذكر وشاخد بمكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء أي قوة بي بوان مكارمة بوان أخلاقي خوش وتخوسك وخلق مدحي وبك وحسن الذكري وذكرى وخوش بك وكتشي كحسن الجواري نوسا يعني أو أمنيتيا و يعني يكي كخوة بدا بهاتا مكي نوسا خوضا بيتا و أمين دبو تكسي نتكاري أزيتي بدي حسن الجوار أو يعني الوفاء بالعهد والسوزي خوبك تاني صدق الحديثي وكتيت مثلا أو تي بيرامو أبو سفيان شاقي كل أبي با شامي نفسه با شامي أه 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 أمانة بيكتانين والسخاي مربون جو مربون وما أشبه ذلك إذا بدك أن بيجن مكارم ذكر دبيت شيء مكارم بدا نهاتي ذكر كن ذكر هاتي ذكر ها دمك كيتشاخي أو مكارم الأخلاق أو دبيت شيء دبي سبب ذكرين نوزانا أو مكارم الأخلاق أو أخلاق كريم الموجبة للذكر وللثناء الحسني فيكون من باب إطلاق المسبب أو إرادة سببه بل. أصابكم الله خير كثيرا. جديد مجوز أمس زيادة أنجح أفكار من بقين الملاش أيضا. أنجح مقاري بساعة بس حطابرا هفان تشتكي بخوزن ببيجي.